يمكن مع زمن السوشيال ميديا الكل صاير يصور ويوثق أجمل لحظات يومه، بس في أشخاص تستوقفنا حساباتهم بسبب التقاطهم المميز واللي تظهر جمال الأماكن والزوايا بطريقة مختلفة وجميلة. معنا اليوم في هالفقرة مشاهدينا شاب سعودي هاوي تصوير، والمميز فيه أنه دخل المجال واحترف من خلال كاميرا الجوال بس. هلا وسهلا فيك سعود الشمري. يا هلا وسهلا، مسي عليكم مسي على الساده المشاهدين. حكينا عن بدايتك، كيف كانت؟ بالبدايه بديت انا تقريبا بدايه 2019، كنت مهتم بالتصوير، اتابع مصورين كثير، اشوف كيف يصورون، وش الحاجات اللي يصورونها. ف مع حبه حبه صرت اوثق يومياتي العاديه بس بشكل يعني بحيث انها تكون صوره ممتازه. بشكل مرتب. يعني زي ايش؟ وش تصور يعني يومياتك؟ قهوه؟ مثل قهوه نطلع، وش يعني بعد؟ غالب الشعب يطلع يتقهوى بشكل شبه يومي. مقاهي، لما يكون ديكور مميز، ديكور جميل، وثق بلقطات جميله. وجاء تفاعل؟ وجاء تفاعل الحمد لله، من كذا بديت. طيب سعود، التفاعل هذا ما تحس بعض الاحيان يضايقك انه الناس تصير تاخذ صورك تنسبها لنفسها او تحطها، او انت حاط على الصور اللي عندك حقوق لك؟ بصراحه مشكله الحقوق مشكله يعاني منها كل المصورين، انك لما تحط حقوقك على الصوره تنشطب، اما تنشطب او يعني اذا بينشر الصوره يا ينشرها بدون حقوق او يتركها. طيب ايش كيف تتعاملون معاهم؟ ما في حل ابد، ما في حل. لما تتواصل معهم ما تلقى اي رد. طيب ايش تتوقع انه حاط شال؟ ما يبي ينشر سنابك مثلا؟ ما يبي ينشر حسابك؟ ما يبي ينشر، لما يكون محتواه كله مبني على انه ياخذ صور من مغردين وينزلها بحسابه ما راح يحط حقوق. وش الفائده انه يكون كانه قاعد ينشر، بيكون محتوى نشر بس. فيستخدم هالطريقه انه يخفي الحقوق. صحيح، هاي ضريبة اللي صورة بعد حلوة. صورة حلوة، معليش يعني اتحملهم شوي. بس أنا متأكدة يعني إذا في ناس كذا في المقابل، ممكن في ناس تقول لك والله مثلا ما دريت، أو أنه أحسبها مثلا صورة. صحيح، تمر كثير. أو يمكن ما يبي أحد ياخذ حسابك يعني من ناحية غيرة عليك، يعني أنه صح، عرفتي يعني أبي الصور اللي عندك لي أنا الحالي وأنا صح أكون متميز فيها. تمر، خصوصا لما أنت كنت تنزل، لما احد على كلام قبل شوي انه لما احد ياخذها اول مره ممكن يعني تمشيها انه مش نزله بدون حقوق. لكن لما يكون شخص اول صوره وثاني صوره وثالث صوره، معناته هذا شخص يتابع حسابك، هو يتابع، مو متابع حسابي لكن يتفرج عليه. فيكون يمر على حسابك كل شوي، وفي هذه صوره حلوه يلا نزل بدون حقوق. والله يعني هذه مشكله للامانه سعود، لكن ان شاء الله انه يصير في يعني حدود لهالموضوع، لانه فعلا اتوقع مزعج اتعب واصور واخر شيء تاخذ صوره تحطها. ليش؟ طيب خلينا نتكلم عن عدسة الجوال، أنت قاعد تصور بجوالك، ما أنت قاعد تصور بكاميرا صحيح؟ صحيح. وتطلع الصور معك كأنها بكاميرا، صح؟ شلون؟ في برامج؟ في شيء بنغش غششنا؟ بالوقت الحالي الجوال صار يعني دقة الكاميرا جدا عالية، جدا عالية، كل ما تتطور أكثر. والناس يدرون أنها كاميرا جوالك؟ بعض الناس يتساءل هي كاميرا أو بجوال. لكن بالجوالات الجديدة صارت تطلع بنتيجة جدا 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 ممتازة. وتكون كذا يعني خام، ما تسوي عليها تعديلات اضاءه؟ لا، تحتاج في برامج تعديل، التعديل مهم جدا. بالجوال ولا لازم تحملها؟ لا بالجوال على الكمبيوتر. بالجوال، برامج مجانيه. ما تحتاجها في بعض الالوان الباهته. تبين اللون بشكل حلو، فبرامج التعديل مهمه، صحيح مهمه جدا، تبين الصوره بشكل افضل ودقتها توضح بعض الصور تكون دقتها ضعيفه. الله. سعود، في كثير مواقع أشوفها أجنبية تبيع الصور وتحط عليها زي التوقيع لون مائي، بحيث أنه ما حد يقدر يستخدمها إلا إذا أنت اشتريت الصورة. ما تفكر تدخل مجال زي كذا؟ إذا أنت قاعد تتضايق، فليش ما تحط على صورك توقيع مائي مثلا، واللي حابة أنه صحيح كبزنس لك؟ بس في مشكلة أنه بعض بالغالب الصور اللي تكون عليها حقوق ما تنتشر. لما تلاحظون الناس اللي يصورون بكاميرات احترافيه تصويرهم ما ينتشر، يعني مو نفس اغلب الصور المنتشره حاليا بالسوشيال ميديا وباي مكان، وتلقى عليها تفاعل كبير، تلقاهم مغردين عاديين يعني بدون حقوق، تنزل الصور بدون حقوق هي اللي تضرب. صح، غالبا الصور لما يكون عليها حقوق التفاعل عليها يقل بزياده. طيب ايش رايكم نعرض بعض صور سعود نشوفها على الهواء، وتحكينا عن الصور هذه اللي اخذتها وايش اجواءها؟ زي هذه مثلا. هذه كانت صورة بمقهى كان توه فاتح.
فكانوا حاطين فازات وورد فحبيت التقاطه. هذا مقهى لفت بالخبر. جميل. هذا ولد عمتي، هذا مزعج دائما اخذ معي صوره. والله شكرا انك خليت ولد عمتك، اكيد مسي عليه بالخير، وشكرا انك خليتها الموديل حق الصوره. هذا هو نفسه ولد عمتك بعد؟ لا هذا اخوي، هذا اخوي الكبير. الله جميله الصوره. أكبر مني. جدا. هذه كاميرا الجوال صح؟ جوال. هذا نفسه ولد عمتي هذا. تحب تصور بالشمس؟ ايه. ليش؟ إضاءة الشمس تعطي الصورة يعني بشكل مختلف تماما. وين لقيت هذا الطابعة تكفى؟ نبغى نشوف صورة الطابعة اللي من شوي. هذه الطابعة متى؟ هذا مقهى بالخبر. الله. مقهى بالخبر. طيب شلون الإضاءة تتعامل معها سعود؟ إضاءة الشمس هي العامل الأساسي بالصورة. غالبا لما تكون تصور بجوال بدون يعني، لانه الكاميرا ما تحتاج، لما تكون معك كاميرا احترافيه يكون عندك اضاءه وعندك حاجات ثانيه ما تحتاج اضاءه الشمس، لكن تصوير الاماكن العامه تحتاج شمس غالبا يعني. طيب سعود، انت قلت قبل شوي انه انت هذه كلها كسبتها بالممارسه. صحيح صحيح صحيح. طيب تفكر تعطي دورات؟ اعطي دورات خاصه انه اشياء بسيطه يعني، كيف اخذ زاويه الصوره، كيف تكون ايدي مثلا واقفه، كيف. بصراحه ما اعطي دورات، لكن اللي يسالني يعني اعلمه، اشرح له فيديو قصير لما اكون بمقهى اشرح له كيف تصور، كيف تاخذ الزاويه هذه والزاويه هذه، لكن دورات يعني ان شاء الله ان شاء الله نسوي ان شاء الله نسوي. وش الاشياء الاساسيه سعود بالصوره عشان تطلع احترافيه وزي ما يقولون جذابه؟ تحتاج اكثر من حاجه هي الاساسيه، لما تكون الزاويه هي اهم شيء. هو أيه؟ كانت معاناتي انا اول ما بديت التصوير هي الزاويه. والله وكيلك زوايانا كلها خشومناها الكبر. هنا المشكله فلتر ما غير فلتر، لازم فلتر خصوصا في السياره، اذا الواحد تصور ولا هو جالس ماسكها من تحت. طيب غير الزاويه؟ الاضاءه. الاضاءه ومكان الاضاءه يعني، تختار مكان وإضاءة الشمس هي أفضل شيء. هي أفضل شيء. لا شوفي مها، مثلا هو تصوير أشياء عامة يعني، بس البورتريه أحس مرة صعب. صح. يعني إحنا نعتبر البورتريه صح؟ لما أنا أصور وجهي فأحس إضاءته تختلف. صح. عن صح. إضاءة الشمس. أنا صح. الشمس تمحي ملامحي. يعني ما أشوف ملامحي أو تبين بزيادة. عيوب البشرة بزيادة. صح. صح. فأحس ما تصلح. من جهة معينة ومن هناك الظلام. صحيح. لكن كشخص يعني يهتم بتصوير الأماكن العامة. أيه؟ الشمس هي أفضل إضاءة يعني ممكن تستخدمها. يعطيك العافية سعود، وألف شكر على حضورك عندنا وعطيتنا شوي تعليمات بسيطة يمكن تحت الهواء نستفيد منها أنا ومها. شكرا لك. شكرا لك. يا أهلا وسهلا. نطلع فاصل ونرجع لكم.